وصلنا إلى أولى فقراتنا لليوم يلي بتعنى بعلم النفس. كثير من السيدات بيدوروا على الجمال وخاصة يعني بأوقات محددة وبيطلبوا هذا الشيء، بس لما بصير عندهم هاجس أو مبالغ فيها بتتحول لنوع من الوسواس، نوع من المرض، نوع من يمكن الأوفر بكل شيء. رح نحكي اليوم عن هي المشكلة إذا صارت يمكن قلبت عكسية بردة الفعل لما نحن كتير من أوفر ومندور على الجمال، مع الدكتورة بدي رحب بالدكتورة سمر علي، دكتورة بعلم الاجتماع. صباح الخير. أهلا وسهلا فيك. صباح الجمال. يسعد صباحك دكتورة. يمكن بالآونة الأخيرة كل الصبايا والسيدات وحتى الرجال يعني عم يتوجهوا للعناية بجمالهم، عم يبحثوا عن الجمال بشكل يمكن كبير، لكن إيمت فينا نقول أصبح الموضوع مبالغ فيه؟ يعني اللجوء للتجميل صار مبالغ فيه، في ناس يمكن بتدور على إعادة الثقة بالنفس، في ناس بتحب ترجع حلوة تصغر حالها، بس للحظة بقول أنا لا، هون في خلل، في مبالغ فيه، في درجة عم نشوف حتى يمكن صبايا كتير صغار، يعني قبل ما كنا نشوف عم نشوف بال16 بال17 أعمار جدا صغيرة عم تبلش تلجأ للتجميل لأنه هي موضة دارجة اليوم. بداية حصلح شوي بالمقدمة اللي حكيتيها حضرتك، السيدات مو بمرحلة معينة بيبحثوا عن تجميل، بكل مرحلة السيدة بطبيعتها يعني لما بتكون طفلة المراهقة أو حتى طفلة صغيرة بعمر السنتين بعمر السنة أو بالسنتين بتلاقي واقفة على المراية عم تقلد ماميتها كيف عم تحط الأيلينر الميك اب، عم تجرب كنادرة ثيابها، فبالهرمونات يعني بهرمونات الجمال والأنثى هي رمز الجمال أساسا، فشي طبيعي من طبيعتها تبحث عن الجمال والرغبة أن يكون جميلة بكل الأوقات وقد ما بقدر. موضوع عمليات التجميل اللاستيك سيرجري هيدا موضوع خلينا نقول نحن منه سلبي ولا ايجابي، لكن يكون حاجه في اماكن، يكون طبيعي في اماكن، ممكن يكون بمرحله ما زياده عن اللزوم او ممكن يكون حتى بمرحله الخطأ. هلا شيء طبيعي عمليات التجميل تكون احيانا ضروريه ببعض الحالات، مثلا الحالات الطبيه احيانا تشوهات الحروق يلي بالفعل وقت المريض بيكون بحاجه لهيك نوع من العمليات لاستعادة منظره الطبيعي، ما حنقول حيكون جمال زيادة، لكن حكيتي عن موضوع الثقة بالنفس، قد بيكون في عنا تشوهات بسبب حروق أو عمليات جراحية، خلينا نقول أحياناً النساء بعد الولادة جروح الولادة أو شيء، في أمور تحتاج عمليات جراحية، سواء كانوا أحياناً ممكن يكونوا أطفال بحاجة لتجميل بعد عملية جراحية أو موضوع الحروق، لكن هذا الموضوع الطبيب الجلدية أو الطبيب العام بيقرر، غالباً يفضل من 18 وما فوق ليكون في إمكانية لإجراء أي نوع من عمليات التجميل، حتى التجميل يلي بيكون علاجي. موضوع أنه بالفعل عم نلاحظ أحياناً فتيات بأعمار صغيرة ممكن تحت 18، خاصة هلأ بموضة الفيلر والميلر والبوتوكس والقصص، نحن ما ضد القصة، لكن طفلة بهي العمر صراحة شيء غريب أو شيء خلينا نقول منه طبيعي لعمره، صح. يعني بهي العمر يفترض يكون عم يتوجه للدروس للمدارس أساسا بهالمرحلة العلمية، عفوا بهي المرحلة العمرية غير مناسب تفكر بهيك قصص أساسا فوق عمره. يعني لحد هلأ أعتقد العلم ما أدراني إلنا 100% إذا في سلبيات أو في عواقب لعمليات التجميل لاحقا، فكيف أنا بدي أعرض طفلة من عمر مثلا 15 أو 14 سنة لعملية تجميل سواء كان نفخ خدود أو شفايف أو أي نوع، ولكن الأسوأ بهي الموضوع لما الأهل بيرافقون، طب الأهل هون شو دورهم؟ لما الأم عم ترافق ابنتها لطبيب التجميل بدي يساوي كذا وبدي يساوي كذا، تحتاج وعي صراحة، تحتاج وعي. موضوع ولسه أصلا جسمه وتكوينه ما اكتمل تماماً. دكتورة بما أنه نحن عم نحكي عن التجميل تحديدا اليوم، يعني خلينا نحكي اليوم، هل هي عمليات تجميل بتعطي ثقة بالنفس أو هي ردة فعل، أو مثلا أي حدا أو أي سيدة أو أي شاب، ما بدنا نجمل بس صحيح. الصبايا تعرض لموقف أو فشل ما بالعمل، بعلاقة زوجية، بعلاقة عاطفية، أو أي شيء حب إنه بس طلع إنه أنا حأعمل نيو لوك، حروح أنفخ، حروح أعمل، حروح شد، ليه عنا هي ردة الفعل؟ ليش مو نحن ومع شريكنا أو نحن وبعملنا يلي نحن منحبه يعني منغير هذا الشيء اللي نحن منرغبه، ليش بعدين نحن منتذكر؟ تماماً.
هلا شوفي عزيزتي، موضوع الثقه بالنفس بيختلف من شخص لاخر. هلا كان في كثير نصائح وحتى معروف لما تكون عندك معناتها هي قله ثقه بعلم النفس. احيانا ممكن تكون قله ثقه. هلا موضوع الثقه، انا كيف بدي استعيد ثقتي بنفسي؟ كيف بدي خلينا نقول انا مريت بفتره كانت متعبه، سواء بعد امتحانات او فشل معين او صعوبه، او كان في عندي ميل للاكتئاب، تمام؟ يلي ينصح فيه عالميا، انزلي على السوق تسوقي، غيري لوك شعرك، غيري تسريحه، اشتري ثياب جدد. لكن اساسا هي المرحله، يعني مرحله القلق او الكآبة عم تكون صغيره وحتعدي. فانا اي شيء بساوي يفترض ما يكون له اثار سلبيه على حياتي. شوفي لما بطلع بشتري ثياب او بطلع على السوق بغير قصه تسريح شعري، هذا الشيء ما حيأثر على صحتي. لكن لما بكون في عمليات تجميل، سواء كان نفخ للوش او لل خلينا نقول اي نوع من الاشياء اللي دارجه، هلا نحن منا، برجع باكد، منا لنا مع ولا ضد، لكن بالمستوى الطبيعي. لما بدي اسوي شيء تجميلي بعدين ما يتصلح او بعدين اندم عليه، شوفي هون الطعم الكبرى، انه كنت مكتئبه مزعوجه وكذا، ساوت شيء معين، ما حقول حدد نوع التجميل اللي ساويته، لاحقا انا اندم، ممكن ما عاد اقدر اتخلص منه او اقيمه. لذلك تحتاج وعي. استعادة الثقة بالنفس مو بس انا بتغيير لوكي او تغيير شكلي، ممكن مثل ما حكيتي حضرتك بالحالة الطبيعية بنمط الحياة، رياضة، طلعة، فوتي، نشوف رفقات، نقرا كتب، اي شيء. كل انسان له شيء بيسعده، ممكن تمشي بالطريق مثل ما حكينا الشوبينج، تسوق، ولو كان مكلف كثير هالايام صعبة شوي. اساسا ما حيكون التجميل ارخص، التجميل مكلف، يعني مو اي حدا ليستعيد ثقته بنفسه حيروح يساوي تجميل. عم بكلف مبالغ منا متاحه لاي حدا صراحه. فهي موضوع الثقه يعني منه حجه. انا بلاقي الدافع الاكثر او الدافع الاوضح لعمليات التجميل هي نوع من البرستيج او نوع من الموضه. هذا كل مكان في موضه. دكتوره، لما يعني خلال حديثك قلتي انه التجميل مسموح للمستوى الطبيعي، قلت من شو هو المستوى الطبيعي؟ يعني شو هو الحد الطبيعي؟ يعني قلتي انه مثلا التجميل صار موضه او ترند، يعني صحيح. الناس بتروح على الانستا، الصبايا بتلاقيهم عم يتفرجوا على الفاشينيستات، بتلاقي يعني صحيح. كل وحده مثلا صبيه متابعه فبتتاثر بشكل كثير كبير، بدها تعمل ستايل مثل مثلا مشهور حدا شخص مشاهير عم يتابعه، بتلاقي في يعني عالم اخر عايش بعيدا عن العالم الواقعي والحقيقي، فبيتاثروا فيه الصبايا والشباب الصغار ببدايه عمرهم. بس ايمت بقول انا هيدا مش مستوى الطبيعي؟ يعني قلتي في مستوى او حد معين صحيح. للطبيعي، يعني بنشوف الصبايا بيعملوا بوتوكس، فيلر، ازاله بعض التجاعيد، هي طبيعي، هيدا طبيعي، يعني بتحافظي على جمالك، بتاخذي الشيخوخه. بس ايمت بقول انا مش طبيعي؟ لما اشوف صبيه عمرها 16 17 سنه صحيح. عم تتوجه لعمليات التجميل، لما اشوف مثلا ما رح اقول يعني صبيه مش كثير كبيره، مثلا بال 40 لا بعد ال 40 مثلا عم تبالغ بمثلا الفيلر والبوتوكس وهدول القصص، ايمت انا بقول هيدا مش المستوى الطبيعي؟ يعني شو اللي بيحدد المقياس؟ تماما. شوفي هلا بمرحله ما من العمر، سواء كنا سيدات او رجال، وقت تظهر التجاعيد بشكل واضح، بشكل خلينا نقول حيغير الملامح، ملامح الشيخوخه، ممكن بعد الأربعين، بعد الأربعين وطالع. هلا هون بدنا طبيب جراحي يعطينا المينيمال مقياس، لكن مو قبل الأربعين، يعني بالثلاثينات او بال35 اساسا لسه ما عندك تجاعيد، ما عندك شيء، بعدك حلوه، بعدك ظريفه، شويه ماسكات من البيت، شويه عنايه، شويه رياضه، امورك تمام. لكن خلينا نقول وقت بيكون في تجاعيد، في بلشت مظاهر الشيخوخه، او حتى قبل ما تظهر بشوي، بيكون في انا عندي برنامج عنايه، برنامج عنايه يوميه، او برنامج نوع من الوعي لانا حافظ على بشرتي. لكن المرحله الحاله الطبيعيه بالفعل لما بيكون في بلشت علامات الشيخوخه، والسبب اللي حكينا قبل انه السبب الاساسي وقت بيكون في انا عندي تشوه معين، علامات سيئه بالبشره بسبب عمليه جراحيه، بسبب حوادث، كثير في حوادث احيانا بتسوي تشوهات صحيح، وحتى باعمار صغيره، فهون شيء طبيعي اساسا. من اساسا الاجراء التجميلي بالبدايه يوجد لهدول الحالات تماما، لحالات يعني عليك. الجانب الثاني اللي حكيتيه المهم جدا، بنشوف الصبايا وحتى الشباب عم يتسابقوا على الانستا وعلى التويتر وعلى عم بيتابعوا نجوم عالميين. هلا في قصه ثانيه بهي الموضوع، بتشوفي هلا بالفتره الماضيه كان في ترند كثير اخذ شهره، عم بيقارنوا النجوم وقت بيكونوا بدون ميك اب او بيكونوا بحياتهم اليوميه بلا فلتر حتى وبلا ميك اب، وقت يكونوا قد ايه كان الفرق شاسع. فهيدا يعني الانسان الناس بيدرك انه هول الناس مثلهم مثلكم، لكن تحت الكاميرا، الميك اب، التجميل، القصص، عم بيغيروا 180 درجه، فهن ناس مثلكم تماما. فهيدا صار مرض، صار صراحه هي الشائعات عم تؤدي لمرض عند الصبايا، مفكرين انه بامكانهم 24 ساعه يكونوا قاعدين بميك اب، او حتى اي سيده انه تفكر انه بامكانها طول سنوات عمرها
تحافظ على عمر العشرين او عمر الثلاثين. بالنهايه العمر له حق، يعني بالاربعين شكلك حيغير عن عمرك بالعشرين، وبالستين حيكون شيء غير. وبالمقابل بتلاقي سيدات او حتى فنانات حنقول بعمر الستين او بالسبعين بعضهم محافظين على ملامح العشرينات، صراحه بتلاقي مو طبيعي. خليني اقول اسم معلش اصاله تكون من ما كانت ولا غيرها، يعني بتلاقي غير مناسب لعمره. يعني كيف انت بهي العمر طالعه اصغر من بنتك او لا اصغر بس من حلوة. احفادك؟ حلوة لا حلوة صراحة، حلوة جماعة. لكن عم بحكي فرق جوال لا حلوة تماما. انا ماني ضد حدا، يعني كلهم حلوين. انا لكن ما فيكي تحذري عمرهم؟ لا 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 لا، هلا هذا الشيء بخصهم. فكلنا بنبحث على الجمال والحفاظ على العمر الصغير. بشجع الموضوع لكن نحافظ على شيء ملائم لعمرنا. طيب. او ملائم ل خلينا نتطرق لموضوع هو موضوع التجميل عند الشباب. تمام. هلا كثير او دائما هلا عجبتني صراحه حلوه، يعني جرنا الحديث انه نحن كل الوقت سيدات 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 سيدات. اعطونا حقنا اللي عم يطالبوا حقهم. يعني ما في عند الشباب وهن صاروا تقريبا بقد الصبايا بيعملوا، ما بدنا نقول تجميل فيلر والبوتوكس، صار هو شيء من متطلبات متطلبات الحياة أساسي. ولكن اذا الشاب بده يعمل عمليه تجميل بنلاقي في عمليه تنمر عليه من المجتمع، حتى لو كان بحاجه. صحيح. حتى لو كان هو بيرغب بهذا الشيء. خلينا نحكي عند الشباب، اكيد هي اصعب. صحيح. كقرار شخصي، كقرار مجتمعي، كيمكن بعد عملية التجميل. صحيح. الدخول والعودة إلى المجتمع. صحيح. أو إلى سوق العمل. خلينا نحكي عن نقطة التجميل مع الشباب. تمام. طب حسألك، لما يكون ممثل شاب مسوي هاي التجميل، حدا بيقول له شو عملت؟ ابدا. وحدا بيحاسبه حيقول له الشباب اذا بتعرفي شو اذا صبغوا شعرهم بيتنمروا عليهم. تماما. لكن لو كانوا مشهورين، لو كانوا فنانين او شخصيات لها مكانه، بالعكس يقابل انه اي حلو ليكي صغران ليكي كذا بجنن. بينما الاشخاص العاديين وقت يسووا الفعل، وقت يصبغ شعره او يغير القصه او قصه اقل من، خلينا نقول غير مناسبه لعمره، بالفعل المجتمع مباشره انه رجال وما بيصير وعيب وكذا. موضوع القيم الاجتماعيه، المعايير الاجتماعيه صراحه هي بتحدد هاي الموضوع. في مجتمعات لا، التجميل عادي او حتى ضروري جدا. ممكن شكل حلاقه الدقن انه ليك ما عم بيهتم بنفسه، لازم يكون في اهتمام اكثر. في قصص صاروا الحلاقين اساسا لما يروح الشاب يحلق شعره. صح. موضوع تنظيف البشره، موضوع العنايه بالبشره والماسكات تماما. بالمقابل مثل ما حكينا انه في سيدات احيانا بيلجأوا للتجميل لحاجه علاجيه، لحاجه تجميليه بسبب عمليات او بسبب حروق او تشوهات، كذلك الشباب. يعني ما لي انا بقبل او ما عندي مشكله يبقى طول هيدا الشاب او الرجل طول عمره حامل تشوه معين او ندبه معينه بوجهه او بايده او بجسمه. بالمقابل انا ما بسمح له يسوي تجميل. ليه؟ ما فينا نكيل بمعيارين، لكن موضوع لحتى المجتمع يتقبل هالقصص يحتاج وقت. بالمقابل ما يكون في اوفر بالموضوع مثل ما حكينا السيدات، يعني ما اوفر شيء كثير حلو نسوي، خلينا نقول خدود وشفايف وقصص، هيدا المينيموم اللي صار طبيعي. كذلك الشباب، لكن في مينيموم اقل من السيدات بالنهايه. تمام. لكن ما فيك تضبطي هاي الموضوع، هذا موضوع شخصي بالنهايه، موضوع شخصي. في شباب بيقول لك لا انا عادي او انا حقي لازم اكون اجمل واحلى، واساسا كثير في رجال خلينا نقول بعمر ال 40 او ال 50 مثل السيدات لما بيصحوا لا لازم حافظ على جمالي على شكلي على كذا. كذلك جهله الأربعين سواء للسيدات او للرجال، جهله الأربعين يعني بعمر معين الانسان بيصحى انه لا انا بلشت اقرب من الشيخوخه. فبدي اتمسك انا، لا بدي اتمسك بعمر الشباب انا بامكاني. طيب دكتوره، بما انه حكينا عن المجتمع خلينا نحكي عن دور العيله. اليوم العيله بتلعب دور كثير كبير يعني بنسبه الوعي عند الاشخاص ان كانوا صبايا او رجال. يعني نحن بنشوف هيك مفارقه، مثلا ممكن نشوف صبيه عمرها 16 سنه اما رايحه مع تعمل تجميل، ولا بنشوف ممكن بعيله اخرى عكس هي الصوره. قديش بتلعب العيله دور بنسبه الوعي ودعم حتى النفسي للصبيه لحتى تثق بحالها، تلاقي هي فعليا جميله بعيدا عن كل مقاييس الجمال، لانه هو بالاخير حاله رضا وقناعه بترجع للشخص. يعني انت يا بتدعمي يا بتحاولي مثلا تدعمي بطريقه صحيح. مختلفه. صحيح. هلا انت اعطيتيني نص الجواب صراحه. بنرجع لموضوع الثقه بالنفس. قد ما بتكون الاسره او قد ما بتكون طريقه التربيه عم تعزز ثقه الصبيه او الشاب بنفسه،
بغض النظر عن التيارة، بس هي بشكل مو الكل عم يربيها، لانه مع السوشيال ميديا والمجتمع والعصر اختلف. هلا هول العناصر، هلا هول كلهم عم يشاركوا بالتنشئه الاجتماعيه. كنا نقول من زمان، كنا نقول التلفزيون شريك بالتنشئه، هلا في عندك الاعلام، عندك قنوات تلفزيونيه، عندك الموبايلات، اليوتيوب، الانستغرام، كل هول عم بيكونوا شركاء بالتربيه. تمام. ما بإمكانك إذا قعدتي مع بنتك أو حكيتي معها خمس ساعات بموضوع إنه هيدا بيصير هيدا ما بيصير، شيء يحتاج إلى تربية يومية بشكل دائم. قد إيه أنا بجانب عم بتناقش، عم نحكي ليكي فلانة حلوة، ليكي هي الصورة، ليكي هي القصة، أساساً ما بكون في متابعة ومشاركة بالحياة اليومية. أنا عم شوف بنتي شو عم بتتابع، شو اللي بيعجبها، شو اللي عم تعلق عليه، أو مثلاً وقت بكون في أحياناً إشارات بسيطة أو إشارات معينة أنا بلقطها مبكر، انه بنتي فرضا تابعه حدا بالاعلام او خلينا نقول القيمه الاجتماعيه او القدوه، وقلت لك انه فلانه احلى شيء بالعالم، ليكي ما احلاها، ليكي كذا، بامكانه يكون مثلها. هلا هون في تفاصيل الاهل بيصوبوها مع اطفالهم، الحلو يكون تكوني معجبه بهي الشخص، بس مو لدرجه انك تقلديه او تقلديها بثيابها او بشكلها او بشعرها او بشيء، لكن لا مانع نقلد بجانب الاطفال او المراهقين بهي العمر، يقلدوا بعض الفنانين بتسريحتهم بشكلهم بكذا، لا مانع، لكن ما يتحول لهوس، ما يتحول لادمان لمبالغه. اساسا بتلاقي ناس بالغين، بتلاقي سيدات بالغين او رجال صار عندهم موضوع التجميل ادمان، عشرات او مئات العمليات تجميل، لتحولوا لاشخاص مشوهين. صح. ومع ذلك بهمهم قد ايه في معجبين، قد ايه في تعليقات، قد ايه في كذا، فهون صار في انا عندي حاله ادمان. موضوع التربيه موضوع اساسي مهم، وكثير صعب بالفتره الحاليه نتابع موضوع تنشئه ابنائنا مع كل شركاء التنشئه الموجودين حوالينا، لكن في دور، شوفي لكن في دور، يعني انا لما بسمح لبنتي بشيء معين غير لما بشاركها وبروح معها وبشجعها. لما الام بتكون عم تساوي فيلر وبوتوكس وقصص من محل لمحل، فطبيعي تطالبها بنتها بعمر معين بالمراهقه او بعدها بهيك قصص، فهون بقى قد ايه انا في عندي وعي اجتماعي، قد ايه انا حريصه على صحه بنتي. اوكي بسمح لك لكن بعمر معين بعد 18 بشيء مناسب، لا مانع، لكن يكون تحت رعايتهم المقياس. وما نحرم عائلتنا واولادنا الاكل لحتى نجمع مصاري ونعمل عمليات او نعمل بوتوكس او فيلر. نحن كثير بدنا نشكرك دكتوره، وبدنا نتمنى الصحه النفسيه اهم شيء لكل الاشخاص هاي اللي عم يتابعونا. شكرا كثير لك.